بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. بغيت نشوفوا إن شاء الله في الرسالة كيف يفيد التمثيل، كيف يفيد التمثيل والتمثيل أو التعيين. فاصلة عدد أصم على المستقيم والضرب. المستقيم والضرب يعني هو شو باختصار الحاجة اللي تعرفوها انتم اللي هو الجبر. مثال اكزومبل كيف راح يمثلوا مثال العدد جذر كذا. نزلوا مثلا اكزومبل جذر كذا. اذا نعطيك مستقيم والضرب راح يقول لك عيني مثلا نقطة أ ذات الفاصلة جذر كذا. احنا كنا في زمن مضى كيف نمثلوا مثلا عدد خمسة ولا اثنين ولا ناقص واحد يديروا مستقيم والضرب. مثلا قال فاصلة اثنين قال نحسب صفر واحد اثنين حتى اثنين. إذا قال أ فاصلة كوشية اثنين. لكن يقول لك أنا نمثل العدد جذر ثلاثة كيف حدد؟ يا ترى السؤال مطروح، نروح الآلة حاسبة وندير جذر ثلاثة باش تساوي 1.79 ونعلمها على ولا 1.73 نعلمها على المستقيم؟ لا. بس المستحيلة السبعة أن تمثل لي مثلا واحد الجذر اللي هو 1.3 مثلا 7 3 2 5 7 بطريقه دقيقه بطريقه. هنا راح نشوفوا طريقه ممتازه كيف نمثلوا بعد طريق ميدون كيف نمثلوا عدد اصم على مستقيم وضرب. باستعمال ماذا؟ باستعمال نظريه بيثاغورس. انا من فوق كي يقول كلمه نظريه بيثاغورس اسمها تفهم انت باللي هناك مثلث قاعده. صح ولا لا؟ بمجرد يقول نظريه بيثاغورس افهم باللي هناك مثلث قاعده. هكا قبل ما ندخلوا في لاخر شكون قلنا على ماذا تنص نظريه بيثاغورس؟ تقول طريقه لغويه مربع الوتر يساوي مجموع مربعين الضلعين القائمين. يعني كيكون عندي مثلث قائم هذه قبل ما ندخل الطريقه لازم حوايج لازم نكونوا نعرفوهم. هذا مثلا مثلث قائم A B C فرضا. وشكون هو الوتر؟ نعرفوا في الوتر هو ذاك الضلع الذي يقابل الزاوية القائمة هو أطول ضلع. إذن هذا هو الوتر. إذن هذا هو الضلع القائم الأول وهذا هو الضلع القائم الثاني. إذا مش نص نظيف كذا مربع كله مربع الوتر معناها بي سي مربع يساوي مجموع المربعين مجموع مربعين الضلعين قائمة معناها أ بي مربع زائد أ سي مربع. هذه هي نظرية تمام. هذه باش الطالب يكون تسمى دقيق برك ويعرف واش يدير. حنا قلنا دائما قبل ما ندخل اي حاجه لازم نعرف راسي من رجلي. هذه نظريه دائما نعرفوها ولازم نكون دقيق فيها. تمام. بون اذا هنا واش راح نديروا في اللحظه هذه؟ راح نصبوا اول حاجه المستقيم المدرج. المستقيم المدرج نتبعوا مليح. يعني نشوفوا واحد لاستيوس واحد العفسه لازم نعرفوها مليح. إذا هو طلب عليا في مستقيم مدرج يا أخي هكا مستقيم مدرج. حنا واش راح نديرو؟ راح نخلط معلم متعامد ومتجانس. كيف يا أستاذ؟ وطلب عليا أستاذ تمثيل عدد على مستقيم مدرج. معليش نعم لكن احنا غنطبقوها في ماذا؟ في على معلم متعامد ومتجانس. لأن المستقيم مدرج بماذا يمتاز؟ يمتاز بمبدأ اللي هو مثلا كالمو يمتاز بشعاع توجيهي عكس المعلم المتعامد ومتجانس فيه مبدأ معلم وفيه شعاعي التوجيه. علاه؟ لانه مادام عندي دي زاكس لاكس دي زيكس دي لاكس دي زيكريك دونك عندنا هنا شعاعي التوجيه. يعني واش معنى شعاعي التوجيه؟ يعني يعطيك المقياس تاع الوحده رقم واحد ويعطيك الجهه الموجبه. تفهموا مني؟ ما معنى شعاعي التوجيه؟ يعطيني الوحده يعني قداش تمشي قال واحد اثنين يعطيك الوحده القياس رقم واحد يعني سلم رسم ويعطيني وراحت الجهه الموجبه وراحت الجهه السالبه. إذا كي نكتب هكا ونكتب مثلا إي شعاع توجيهي إي مثلا شعاع توجيهي شعاع ما إذا قال مثلا وحدة 1 سنتيمتر كذا كذا هذا يكون ناقص واحد ناقص إي ناقص كذا ناقص أربعة ناقص خمسة. وحنا ما عندناش نديرو القيمة السالبة علاش؟ لأنه جذر كذا راهو قيمة واحدة. واش راح نخلقوا أنا؟ راح نديرو بلوك مخف راح نخلق لاكس دوزيام لاكس اللي هو شكون هو؟ لاكس دي زيكريك نخلقوا أنا معدل. من بعد واش ندير؟ من بعد نفصل. تمام؟ من بعد نفصل. إذا راح نخرج المعلم هذا،
المدعم المنتجات كما راكم كتشوفوا بالوحده جي بالوحده جي خمسة ناقص واحد أربعة قسمة اثنين
فرقه مثلا وزني راه دوك تحقق التحقيق مربع الوحده 3 مربع 9 عندك تقول لي 6 3 مربع قداش 9 ربما مربع شد 5 ومربع 2 5 زائد 4 9 كيفاش كي عرفت انت دور كيفاه طبق القاعده هذه كلشي يجيك سهل راح نديرو التمثيل بطريقه كمدور كلشي راه يجيك سهل يعني تاكد عزيزي طال بدي انت واش راح دير بمعنى هذا الطول جبل كهرباء هنا راح يجيك هنا والوتر راح يجيك هنا والضلع قائم هنا راح يجيك هنا اسم المثلث هذا ولا هذاك راح يصبوه هنا بحيث الزاويه القائمه تكون هي شنو هي المحصوره بين الشعاع اي والشعاع جي بين اي وجي هذا الشعاع اي وهذا الشعاع جي هذا هو معلم تاع المتجانس او اي جي الروبير اورتونوم الروبير اورتونوم يعني متعاقب متجانس صلى الله عليه وسلم درت شي ثلاثه هي هذه خليها حنا ما نهضروش معها يا جماعه انت واش راح دير شوف هنا رحت تعلمني نقطة برجوك هنا نقولوا مثلا بو ا فاصلة وهوشية قداش؟ واحد شكون اللي يقول لي كيفاش نحسب الطول هذا اثنين كيف نديرو معليش هذا كيقول لي واحد أو معليش هذا واحد أو قال بو باغيزومبل النقطة هذه هي ا هاي قداش الطول تاعها قداش هنا؟ واحد دونك كيفاش نحسبو هنا اثنين كيفاش نحسبو؟ يا ترى نجيبو المسرة ونحطو هنا اثنين صافي واش ندير؟ نروح نحكمو المدور نروح نهزو 2 سنتيمتر بين الابره تاع المدور بين قمصاص نهزو 2 يعني لا بالنسبه للاخر تاعي 2 هاي هنا لازم تبع مقياس نص هذا وصل نص او هذا 2 من هنا واش ندير؟ نجي نقطة ا ونص نطو صغير طوله قداش؟ 2 فهمت؟ إذا حتما راح تكون المسافة من هنا لهنا قداش؟ الطول تاعها قداش؟ هي 2 أنا اللي رجعتها 2 أوتوماتيكمون راح تكون المسافة من أو إلى القوس هذا راح تكون جدا علاش؟ بيثاغورث هو اللي قال العالم بيثاغورث هو اللي قال قال كي يكون هذا واحد ضبطته أنا واحد أي واحد يعرف يدير واحد مضبوط ولا مش مضبوط؟ هنا المشكل تاعي في واش؟ في جذر ثلاثة مش مضبوط. شوف يا جماعة هذه راهي بيت حاجة كي تكون عندي مشكل واش ندير؟ نحاول نسخر نحاول نبسط. كاين مشكل في جذر ثلاثة ولا لي مشكل في زوج حوايج شوف بسيطة واش هي واحد واثنين. واحد أو سالب سالبنا واحد. والوتر عندنا اثنين كيف عندنا في عن طريق ماضي عن طريق ماضي. أوتوماتيكمون راح يكون الطول هذا هو جذر ثلاثة. محتم عليه. بيسكان هذا مثلث شبيه مثلث قائم. هذا مثلث قائم. وتره اثنين. واحد اضلاعه القائمه واحد تسمى الضلع القائم حكم عليه هذا الضلع هذا سوف يكون جذر ثلاثه واش من ناحيه الطريق واش نديروا هنا في اللحظه هذه يعني يكون حق مثل تصمم هذه المنهجيه تحدي اذا بغيت مثلا ترجع للمثال مع المستقيم تاعك واش دير تحكم طلاصه ها طلاصه واش ندير راح نمحي الزاويه شو الزاويه اللي هو المعلم واش اسمه الناحيه 30 راح نمحي كذاك واش كذا كوش الوتر وراح نقول بلي هذا هو لكن هذا هو الطرف دوم هو الطرف الخطوات الحية اذا الدرس هذا كيفية التمثيل لابد له من خطوة فهمت باش تزيد نفهمو مليح تزيد نفهمو مليح نروح ندير التعليم تاع مثلا تاع جذر سبعة بالنسبة لي آلة حاسبة شوفوا لي تاع قيمة جذر ثلاثة قداش ديروا جذر ثلاثة قداش ثلاثة جذر واحد فاصل يعني هاي واحد هذا النص هاي واحد فاصل خمسة هاي ثلاث شمس يعني هي القيمة تاعها هي واحد فاصل ثلاثة وسبعين فهمت؟ واضح ولا مش واضح؟ باش تزيد نفهم مليح أروح شي نشوفوا التعليم تاع مثلا نشوفوا تعليم نقطة أ ولا ب مثلا التي فاصلتهم مثلا جذر خمسة جذر خمسة بنفس الطريقة بنفس الطريقة تعليم تاع جذر خمسة شو معنى نجبدو هذا الضلع القائم واش الضلع القائم قال مثلا رقم واحد كيفاش نجبدو الضلع القائم الثاني هو الوتر قلت عامل بالوتر ومشي هو فلقاو الضلع القائم الثاني كيف نقص نحكو القيمة اللي داخل الجذر راح نزيدو لها واحد ونقصو لها اثنين هاي خمسة زائد واحد ستة على اثنين كيفاش نفهمو هكذاش إذا هذا هو الوتر
إذا كان هذا جذر خمسة، الوتر تاعو راح يكون هو قداش؟ ثلاثة. هذا القانون الثاني، نحكم القيمة دائما خمسة، نقصوا لها واحد ونقصوا لها اثنين. خمسة ناقص واحد، أربعة، أربعة على اثنين قداش؟ اثنين. هذا القانون الأول. هناك يجي يديروا التحقيق في بيت ثلاثة دقائق، ثلاثة مربع تسعة، جذر خمسة مربع خمسة، اثنين مربع أربعة، خمسة مربع تسعة، تسعة يساوي تسعة. كيف نديروا التعليم؟ نفس الثلاثة كما درنا قبل. هذا المعلم. نخلط معلم وتعامل وتجانس، هذه وحدة. فهمين؟ لازم تحافظ على المربعات يعني طول المربعات تحافظ عليها. إذا جذر خمسة دائما يجعلوها المادة اللي واجد، الكلمة اللي تحوش عليها دائما يجعلها على الحروف الوسط. تكون هنا. إذا أنا على بالي الطالب يكون ذكي شوية، على باله بلي جذر خمسة هو اثنين فاصلة، يعني هي اثنين فاصلة، تكون لها في القيمة هذه. هذه جذر. ما باليش ولا شيء القيمة مضبوطة بالضبط. نعين ونضرب تعيني الضرع تاع الثاني ما بداش هو اثنين شوف صفر واحد اثنين هذه نقطة مثلا هنا نقطة بي فرضا بي ثلاثة فاصلة قداش زائد اثنين انت ناقم النقطة بي هذه باش دير نهز المدور ها روحوا العين والطول بالمدور الطول هو ثلاثة طول ثلاثة يعني السلم تاعي مش السلم اللي درته تاع المسطرة السلم اللي راه عندك في المعنى لاحظوا الطول هذا ثلاثة ثلاثة واحد اثنين ثلاثة صفر واحد اثنين ثلاثة ايه نرجع نحط الإبرة تاع المدروب نحطوها في نقطة بي ها ونرجع هنا المربع تاعي شوية راه ماهوش ما عنديش دقة لاحظوا بلي الطول هذا موجود في الطول هذا ثم الكروس تاعك يخرج لكم فهمت اسمعوا دقيقة شوفوا جبنا رسم مادام درنا شي فيديو ثم لازم نضمو شي أمور نعاود نرسمو بالمربعات تاع ميستر هذا عندنا مسطرة Thank you.
لازم تحطوا هوشيه ندير لكم باللون مخالف. تقول لي زيد واحد وقسم على اثنين نقص واحد وقسم على اثنين. هذه القاعده باللغه، زيد واحد وقسم على اثنين نقص واحد وقسم على اثنين. المن القيمه اللي ما في داخل الجذر، مو الجذر الخمسه، الخمسه ما في داخل. ما كان السؤال نكتفي بهذا القدر. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.